upcoming airdrop راح يكون على li.fi. ضروري هالموقع تجربوه لأنه ما عنده توكن، وإحنا راح نجربه على عندك العديد من الشبكات، عندك شبكة باينانس، بوليغون، أفالانش، جميعها تدعمها. ولكن اللي أنصحكم فيها أنا عن خبرتي، أجرب على شبكة أرابيثيوم لأنه لسه ما عندها توكن، أو لسه ما انطلق المشروع، كذلك هذه لسه ما عندها توكن، وراح يخليني يعني المحفظة الخاصة بي يرتفع لها الفوليوم الخاص بها. طبعا راح أعطيكم بعض الأسرار، تابعوا الفيديو للآخر. كذلك لازم الـ NFT هذا اللي هو هنا، الأسئلة والأجوبة كلها هنا حاطت لك إياها، تاخذ الـ NFT هذا ضروري، لازم تاخذ الـ NFT هذا. أنا أخذته من زمان يعني من شهر 10، ولكن لسه لازم تسوي يعني هنا عندهم السواب. ويلا بينا على الشرح. قبل البدء لا تنسوا بدعمي بالاشتراك، تفعيل زر الجرس، وتعالوا على قنوات التليجرام للتحديثات. اي شيء نحطه جديد، تحديث لهذه الفيديوهات، بتحصلوا انا اسوي منشن للفيديو او منشن للايردروب، واقول لكم التحديث. دائما احط تحديثات، فضروري تتابعوني على التليجرام. نصيحة لكم فقط اللي سووا معي جميع الايردروبات في قناتي. كذلك في بعض الاشياء لاحظة في الاجانب، انه يقول لك سوي فوليوم 1000 دولار. فالفوليوم يفرق عن السعر، السعر كم معك سعر، مثلا معك 10 دولار، فممكن انت تسوي فوليوم 1000 دولار، ولكن من راح تدفع فيس شوية اكتر عن الواحد اللي راح يسوي 50 دولار، او عن الواحد اللي راح يسوي ب200 دولار، او عن الواحد اللي راح يسوي 500، او الواحد اللي راح يسوي 1000. فاهمين اللعبة كيف؟ فهم كذلك ما بيقولك الطريقة كيف انك تسوي الفوليوم، مستحيل. حتى الاجنبي مستحيل يقولك الطريقة انك كيف تسوي فوليوم، كم مرة راح تسويها، وكم هذا وهذا. ليش؟ لأنه ما يريدون منافسين، ما يريدون الكثرة، لأنك راح تخليه أنك يزيد في الفوليوم الخاص به عشان هو يكون متأهل عليك. فأقل فوليوم في أي إيردروب مدفوع 1000 دولار فوليوم. فإذا معك 50 دولار راح تسوي 20 مرة سواب، أوكي، وتحسبها كم الفيز وكم هذا وكم هذا، وبعدين انطلق. معك 500 دولار مرتين فوليوم، وانت سوي 10 10. اذا معك 500 سوي 10، طلع الفوليوم، تكون متأكد انك راح تربح في الايردروب. فتمام، نبتدي بسم الله. كالعادة باينانس حبيبتي، نروح على USDT convert الى ايثر، بعدين بختار هنا الماكس، اختار هنا الايثر، وبعدين ننتظر هنا. تمام، وين الماكس؟ بريفيو وكونفرت. تمام، اوكي، راح يعطينا هذا المبلغ. تمت. الان نروح على ميتا ماسك الخاصة بنا ونحولها الى الارابيثيوم. نختار ارابيثيوم، تمام، ونسوي كوبي ادريس، ونرجع الى الباينانس، نسوي ويدرو، نضغط على كلمة ويدرو، نحط الادريس الخاص بنا، نختار الشبكة، نتأكد على أرابيثيوم 1 لأنه زيرو فيز، ما راح تدفع رسوم بالمجان، أوكي، وبعدين راح نعطيها الماكس، وبعدين withdraw، continue، نحط verification خاصة بنا، ونلتقي في مرحلة ثانية، withdraw request submit. تمام، انتظر علينا يوصلني. طبعا في ناس تقول لك هذا airdrop مدفوع، يا أخي ترى اوكي ايردروب مدفوع، ولكن مبلغك راح يضل معاك، كيف هذا ايردروب مدفوع؟ صح المدفوع انك هو انك تشتري NFT يعني، وتحاول او تشتري عملة وتحاول تسوي فيها تريد وهكذا، ممكن تربح ممكن تخسر. اما هاي الايردروبات المدفوعة بيضل معاك المبلغ، ولكن تدفع فيز بسيط، الفيزات الان بسيطة، حتى في الاثريوم بسيطة، 2 دولار. لو تشوف قبل سنة كم كان الفيز، كان بأقل شيء 150-200 دولار للترانزاكشن، كم خسرنا فيها، ولكن كان الربح حلو، كان الربح يعني يوم تعطيك المنصة هدية، تعطيك إياها يعني قوية، ترجع لك مبلغ سنين. ده مش معنى أنه الآن خلاص فيزات قليلة فخلاص ما راح تأخذ إيردروب قوي، لا بالعكس، الآن كثرة، يعني الكثرة طلع لهم يعني طلع لهم المبالغ او الربح الخاص بهم، وبعدين هم بيوزعون علينا ان شاء الله. ولكن
بالنسبة للأسئلة اللي تيجين دايما، المبلغ الخاص بك ما بيروح، بيروح بعد السنتات في الفيز. ولهذا الأجانب صراحة ما شفت أجنبي يقول لك سوي 20 مرة تريد عشان تطلع الفوليوم، ولا عمري شفت. دايما يقول لك مينيموم 1000 2000 دولار. يعني انت كمبتدئ راح تفكر من وين انا اجيب 1000 2000 دولار في النت؟ صعبة، صح صعبة، مش سهلة تجيب 1000 2000 دولار، ولكن بخمسين او بعشرة ممكن تسوي فوليوم 1000 دولار. هذا هو اللي ما يخبرونك عليه للأسف العديد والعديد، ولكن لأنه الرزق على الله، الرزق يعني على من؟ على العبد، على الله، على نياتكم ترزقون، روح بالنية طيبة راح تحصل. المهم نشوف إذا وصلتنا، وهذه هي تمام. أوكي، الآن ننتقل إلى المرحلة. معنا الموقع هنا، أول شيء نشوف الموقع. أوكي، نشوف إذا في ديسكارت، في شيء، دايما الديسكارت كلهم يكونوا يا تحت، هادو هما. أوكي، أحتاجهم عشان أشوف إذا في بروف، وبعدين ننتقل إلى موقع هذا. طبعا راح أسوي ديسكونكت، هنا يبين لك كيف راح تسوي ديسكونكت في الميتاماسك. يقولك تروح على نوت كونكت، يعني تروح هنا نوت كونكت، هنا راح أسوي له ديسكونكت عشان أراويكم الطريقة. من الأول هنا كونكت، نشيلها ديسكونكت خلاص عشان أراويكم من الأول. الآن أدخل إلى كونكت واليت ميتاماسك، ونفتح الميتاماسك خاصة بنا، وبعدين next connect. تمام، الآن نبتدي باسم الله. عندك هنا from، طبعا أنا راح أسوي Arabitium، شبكة Arabitium. راح أحول إيتر إلى USDT، هذه أوكي، وبعطيه مش الماكس، أخلي تقريبا 3 دولار. ليش؟ راح أراويكم إذا أعطيته الماكس مثلا، فقط نشوف كم احنا السعر، سعر الفيز 0.04. تروحنا على الكالكوليشن، اوكي، اذا معك 50 دولار، هذه الكالكوليشن، اذا معك 50 دولار، تمام، نكتبها بالكتابة بهذا الشكل، ضرب 20 1000 دولار فوليوم، وصلت ل1000 دولار. تمام، الفيز يقول كم؟ 0.04. أوكي، فيز 0.04 ضرب 20 مرة، 0.8 هي اللي راح تخسر، يعني فقط الخسارة من فلوسك فقط 0.8 فقط. فاهمين اللعبة كيف؟ هذه اللعبة. أوكي، أنا كم معاي؟ معاي تقريبا 70 إيتر. أنا راح أسوي 65، أخلي الباقي احتياط، فرح طيب فرح أسوي 1000 مقسومة على 65 تساوي، راح أسوي 16 مرة سواب، لازم أسوي 16 مرة سواب. طيب 16 مرة بالنسبة لي 65، كم راح يكلفني في 0.04؟ راح يكلفني 0.64 سنت. تمام، نبتدي بسم الله. فاحنا قلنا ايتر USDT، ما راح اعطي الماكس، نرجع الى سواب، نختار Arabitium، نختار الايتر، ونختار USDC عفوا. تمام، بعدين هنا مش اعطي الماكس، راح نشوف كم هي 0.052 مثلا، لا 1، هذه هي 65 دولار. انت راح تصير تلعب في الرقم لين يبين معك 50 10، المهم انت كم تريد. طبعا هنا انسب سعر، هذا غالي على سوشي سواب، هذا على الوان ايتش. الفكرة وين في هذا الموقع؟ الفكرة انك راح تتأهل في الأرابيتيوم، تتأهل على ترانسفر هذا، تتأهل على الوان إنش على الأرابيتوم. إذا كان في توكن راح ينطلق خاص بهم على الأرابيتوم. وصلت الفكرة؟ ماشي تمام، نضغط هنا وستار سواب.
تمام اوكي. هنا يقول confirm. انا راح اصير العب فقط USDT وخلي انا الايتر موجود. فانتبه معي لقطة لانه ما احب انا غش احد، فانتبه معي كذلك. هنا في لقطة ما عجبتني، عندك 0.07 هنا اوكي يبين، ولكن فقط لهذا الموقع لانه راح يحولك لل 1 انش. اذا سويت بريفيو سواب اوكي وستار سواب راح تشوف سعر مغاير. استنوا تراي اجين، راح تشوف سعر مغاير. اوكي استنوا فقط بين 0.22 جاز فيز. ليش؟ لانه هو الموقع راح ياخذ فيز 0.04 او 5 او 7 على حسب انت راح كم، وال1 انش كذلك. يعني اذا ضربت حسابك وشفت 0.28 في 16 راح يخصم معك فيز 4.48. فانا مستعد ادفع 4 في 4 دولار مستعد ادفع، انت شوف بالنسبه لك. راح اسوي كونفيرم وشوف اوكي تمام. اول بسم الله، فهذه اول وحده دان تمام اوكي. الان شو نرجع الى السواب بريدج، نرجع من الاول عشان تفهم شو الطريقه اللي بعديها. الطريقه اللي بعديها راح تشوف السواب الخاص بك. هذه كانت في 26 نوفمبر اوكي الشهر اللي فات، كانت بواحد دولار تقريبا. وهذه الان تمام. الان شو راح تختار لي from Arabitium USDC مقابل ايش؟ مقابل USDT. راح تصير تلعب فقط ما بين USDC USDT. تخلي الايتر المبلغ عشان الفيز، دائما تشيك الفيز. هنا تشيك الفيز اوكي. ما صار معي انا الايتر 5 دولار حق الفيزات، دائما تشيكه. فالان سواب المره الثانيه، ننتظر نعطيه الماكس كذلك وننتظر. هذا 0.05 1 انش تمام. ستار سوابين ننتظر ونشوف كم راح يعطينا الفيز، لانه الفيز ينقسم ما بين اوكي كونفيرم تمام. هنا سينياتشر، سوينا سينياتشر 0.05 وهنا 0.28 تمام. مثل ما قلنا احنا الاول 28، فراح نعطيه اوكي ابروف كونفيرم. ثاني سواب دان، نروح على ترانزاكشن راح يبين معانا. نرجع اسويها مره ثانيه لوحدي، نقلبها USDT مقابل USDC ماكس ونشوف انسب سعر 1 انش، لانه مثل ما خبرتكم من 1 انش مع هالموقع مع الميتاماسك ينقسمون الفيز، وبعدين صارت معك 0.28 فيز توتال. هاي انا من عندي انا 0.28 ومن عند الثاني والثالث ومليون شخص يسوي هاي الحركه، فاكيد جمعوا مبالغ خيريه قسموها مع بعض، بعدها احنا يعطونا الايردروب. نختار هذا طبعا وستار سوابين، ننتظر ونشوف كم راح ندفع فيز. دايما انتظر شوية في الميتا ماسك اوكي كونفيرم، وبعدين ترانزاكشن كانسل. ليش؟ تراي اجين، يمكن تحدث المبلغ اوكي. تحدث المبلغ هنا 0.27، يعني ما بين 28 27 confirm. كل ما كان أنقص كل ما نقصت شوي done. فأوكي swap الخامس أوكي، هذا USDC USDT أوكي، هذه هي start swap وننتظر ونشوف الفيز كم. انتظر لي لين ينزل لي شوية الفيز. هنا إذا كان فيز قوي يعني راح نشوف كم الفيز، فقط انتظر. سبعة وعشرين اوكي confirm. اضل معي 3.99 لحد الان.
اوكي نقلبها اول ماكس. اوكي هذا هو انسب سعر ستار سوابين. اوكي كونفيرم وننتظر. تمام 0.26 دان. دائما تتأكد كم ضل معك عشان ما يضل معك فقط USDC USDT وتتوهق في الفيز. لما توصل مثلا 0.90 وقف لين تضيف لإيتر. أوكي كم ترانزاكشن سوينا؟ 1 2 3 4 5 6 7. أوكي 7 ترانزاكشن. كمل. أوكي هذا 1H ستار سواب وهكذا بكملهم وأرجع. قلنا 16 مرة. تمام نعطي confirmation. تمام وبعدين السواب 0.. أوكي 0.5 حقهم هاي 27. تمام confirm. بعد كذلك 1H ستار سوابي. اوكي ننتظر confirm. اوكي confirm. تمام ركز معي. تمام ركز معي في البالانس الان. ركز معي في البالانس حق الايتر عشان نحسبها صح. 3.44 سوي لها كوبي وشوف كيف طريقة الحسبة عشان نشوف كم الفيز خصم بالضبط. عندي معي 3.44 فاحنا على كل ترانزاكشن راح نشوف كم يخصم من نفيز سواب. هنا ناخذ 1 انش ستار سواب وننتظر. يركز فقط كم راح يضل معي رصيد. اوكي كونفيرم ننتظر 27. اوكي كونفيرم دان. نشوف كم معنا صار معنا الرصيد في الايتر 3.26. طيب نروح على الكالكوليت. اوكي كالكوليت قلنا كم 3.44 ناقص 3 كم 3.26 على كل ترانزاكشن 0.18 على كل ترانزاكشن. اوكي 0.18. تمام ان شاء الله نكمل. كم معنا الان سواب؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 سوابات باقي 6. اوكي نقلبها الماكس اخلصهم ارجع. تمام اوكي الان نروح على الترانزاكشن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. تمام اوكي 16 معاملة سوينا. هاي 16 هذه اخر شي راح اقلب لي انا من كم معاي في USDT اقلبها اخوي الى وين؟ اقلبها الى الايتر ارجع ايتر. كم الان معي رصيد في الايتر؟ ضل معي رصيد كم؟ راح نشوف كم. 2.15 سنت. اوكي راح اسوي الماكس بريفيو استنوا ماكس هذه هي. اوكي ستار سوابين ارجع انا فلوسي. اوكي كانسلت نحاول مرة ثانية تراي اجين كونتينيو. اوكي وراح ندفع 0.34 مش مشكلة بدفعها. تمام ونرجع فلوسنا الى الايتر. اوكي دان وهي 17 معاملة الان. فاذا كم رجعنا كم سحبنا؟ 66.
مثل ما قلت لكم احنا سحبنا، اوكي سحبنا كم؟ سحبنا هذا هو، راح نشوف كم سعره الان. فسحبنا 66.99. اوريدي كانت معي 3 دولار، مثل انتو لما تدخلون من اول فيديو راح تحصلون كانت معي 3 دولار، يعني تقريبا 4 دولار مثل ما خبرتكم 4 دولار. فاوريدي اذا رحنا على عربية يوم خاص بي، اوكي نحط عنواني، استنوا اراويكم طريقة كيف تعرفون يعني كم سحبتوا، هكذا نحط عنوان في عربية يوم، راح تحصل لي ترانزاكشن هذه اوت، يعني اللي طلعت من محفظتي صرنا نسوي سوابات وهكذا. ولكن اذا تريد اللي جاتك من منصات وكذا راح تحصل هنا فيو ان كام 10x، اوكي راح نضغط عليها وراح يبين معك الفلترة، يعني الفلتر راح يبين معك اخر معاملة قبل 45. وانا 45 وانا احكي لكم عن هاي الايردروب. فتمام، فهذه هي الفوليوم 66.98، والآن معي 66، ضل معي رصيد، ولكن كان قبل فيز 3 دولار فصل كذا، يعني 4 دولار، وتسوي هالمعمعة حق الفوليوم. ننتقل إلى الديسكارت الخاص بهم، طبعا راح نشوف الديسكارت. أوكي عندنا الفيريفاي، نقول كليك هنا، سوي كليك هنا، كليك تشيك ترابل فيريفيكيشن، اوكي ان نوت باند، راح نسوي بهذا الشكل، اوكي وهذا خلاص فتح معانا، هاي فتحوا معانا. تمام، تشيك يور ترانزاكشن ستيت، بليز انبوت هاش اور ما نريد، بعدين راح نشوفها. هنا راح نشوف جي ام، دائما اكتبوا جي ام، لما تشوفوا جي ام اكتبوها، عشان شو؟ عشان البوينت وين الام، يا لهوي. اوكي نشوف الايردروب، الرول ما في رول، ايردروب هانتر، اوكي هنا في ناس يعني تبعت شيء او شيء، اوكي مش مشكلة، راح اشوف وين ممكن انت تبعت يعني اتبعت. اوكي تمام، الان عندك هنا في الويلكم في ستارت، هنا لازم تربط محفظتك، هنا الربط هو اللي راح يخليه يعرف كم عندك ترانزاكشن. ليتس جو، تضغط على ليتس جو، كونكت واليت، يس، وبعدين ننتظر. فاسمعوني، الكوليبيت حق هذا لازم يكون في حساب واحد، اوكي فانا هذا عندي حساب مليان، فبشوف شو اسمه الشانل اللي ما عندي فيها رول ضروري، مثلا على سبيل المثال هذه الشانل، او هذه الشانل اللي فيها انا، بروح على جي ام او جنرال شات، اي شيء اكتب هاي وشوف اذا في عندي رول. اوكي عندي رول، لا مستحيل، ندور على يعني موقع ما فيه رول، شوف هذا ايش فيه، هاي نكتب هاي، لا رول في 20 سيتيزن، مستحيل، فراح ادور على يعني شانل ما عندي فيها رول، خلاص هذه ما ربحتني فيها. اوكي اطلعي من برا من عندي، ما ربحنا لا في الاولى ولا في الثانية، ليف خلاص باي. تمام نرجع الى الديسكارد كالعادة، نعطي الفيريفيكيشن هنا وهنا وهنا، يفتح معنا كل شيء. هنا راح تحصل الكولوبال جوان، ضروري let's go، ضروري تسوي كونكت واليت، عشان في كل محفظة تسوي فيها كونكت واليت، يعني كل محفظة ما يقبل تعدد المحافظ، يعني أنا عندي حساب هذا في هاي المحفظة هذه اللي قاعدة أشتغل معكم. verify لأنه اوكي نضغط عليها verify، ولت كونكت خلاص لما يبين معك بهذا الشكل. اوكي روز
باي دو بورد. اخذنا يمكن رول، راح نشوف تيم. اوكي اخذنا الرول، رول ممبر ايفريوان، تمام. راح نشوف اذا في، يعني اذا في اثبات راح اخليكم اياه. ترانزاكشن ستاتي لا ما نريد، خلاص راح اراويكم اثباتات اذا في اي تحديث. اوكي اي شيء، يعني مثلا هذا خلوه فوق، اي حاجة اللي فيها اير دروب مناسب خلوها فوق، تمام. وبهذا الشكل خلصنا اليوم شرحنا، نشوفكم على خير. راح اكون بعد يعني نص ساعة من الان على قناتي التليجرام لايف، اي استفسارات انا معكم. مع السلامة.